الهجوم سبقوني رفض يعني حزين شويه حضور الندوات الاهليه و اخويا الحبيبي دكتور منطقي الفاضل الاستاذ شعبان حمزه هذا الرجل الزملكاوي الاصيل واقصد ان اقول زملكاوي عشان يا جماعه مش عايز يقعد جنبه هو زملكاوي اخويا الحبيبي صديقي الاستاذ عادل شهير الاخت الفاضله الاستاذه احلام اخويا علي عمران كبير القيمه والطاقه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سمير زعلوك استاذتي الاعلاميه الراقيه ميا نور بنتي الغاليه مريم ياسر وكان طبعا كل الاساتذه الافاضل معروفين بالكافه لكن انا بعرف الناس يعني مثلا عندي الاستاذ ابو ادم بقى سنين ما شفتوش وحشت وكان هو صاحب الفقه فاول مره اعرف يعني ايه حفل شعر انا يعني ما كنتش بعمل حفلات بتقطع روح هناك ولا انا عايزه وكان الناس بتخاف منه ساعتها لان انا كنت اقول البس دي ولا اقول اللي انا عايزه فقال لي قول وزعق ونعمل اللي احنا عايزينه وعملنا تجربه هايله اعتقد من اهم التجارب اللي انا عملتها في حياتي كانت تجربه حفل الشعر مع شاعر باستثناء الاستاذ ابو ادم انا سعيد اني شفته النهارده عاملها اول ما كلمته قلت له تعالى عايزين نحضر وتيجي وتوثق كشاعر الصوره الراجل ما اتاخرش وقال على عيني وعلى راسي وانا اشكره واشكر فضله شكرا عليا شكرا الاستاذه اسراء حموده عندها شغل بشكل دائم تدرج ملتقى وقلت لها انا ما فيش مسرح استاذ حسام عزام صاحب دار الملتقى هذا ناشر كبير اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقط ومع ذلك اثناء مرضه تذكر ان كلم الاستاذ اسراء على تجديد نسخ الديوان طبعا تم اعتمادي هنا لان انا سبحان الله ده اول ديوان لنا من دون مرتين فانا سعيد بده الاستاذ الكبير الاستاذ علي ابليس كلمني وقال لي انا جاي عشان انا بحبك جميله قوي الجمله اختصرت مسافات كبيره فكنت حابب اقول لك اشكركم جزيل الشكر مش انا برحب بكل الناس فيه وجوه نظرة أول مرة أشوفها ولكن أنا بحييها من كل قلبي. طبعا أنا مش هبقى بشارك الدراسة اللي هو عارف أنا راح أبيع الأصحاب. فكنت الحد في اللحظة دي هيبقى ملوش معنى. أستاذة أهلي أستاذة حسن ربنا يخلي لنا ويبارك في عمرها. أساتذتنا الأفاضل اتحرروا وتكملوا عنها ونشاطوا إن هم يجوا يحضروا النهارده. لكن كل شكر كبير واحترام